قالوا مين يعرف عنوان تدرس؟ انا اعرف. ليه؟ قال ده مات. يا خبر ابيض. قلت له انا طب عايز تصريح عشان احضر الجنازه. قالوا لي لا. انت كنت في الجيش. وبعدين حد بيته هو التصريح احضر الجنازه. الجنازه. قالوا لي لا. بعت تلغراف لابوه اعزيه. بعزيه عادي. شوف اني وبعدين الضابط صرح لي اطلع. اوكي. رحت عند المستشفى. لقيته صاحي. يا نهار اسود. راح يعزف واحد رأسه صاحي. انت صاحي. انت صحيت امتى؟ ايه يا ابني؟ انت ما متش ليه؟ انا كمان اهو. انت ما متش ليه؟ قالوا ده جم قالوا لنا مين يعرف عنوان تدرس؟ قلت له ما نعرفه. قال ده مات. هو صاحي. طبيب بيسألوا عن عنوانه عشان يبعتوه لأهله. خبر ابيض. وبعدين انا قلت للضابط طب احب اطلع احضر الجنازه. طلعت. مرضيش. فبعت الغراب لابوه. البقيه في حياتكم ورب يعزيكم. بعدين طلعت صرح لي الضابط اطلع. قلت له ده صديقي وزميلي. البطل الثانية ثابتة دايما. صرح لي اطلع. الثاني مرة. بعد ايه؟ بعد ما قالوا لي مات. الغلط. لسه. طلعت ورحت له المستشفى. لقيته صاحي. لا مش لسه مخلص. انت لسه صاحي. لازم تضحك تاني. ايه يا ابني ما انا طبيعي عمل العمليه مش عارفين عنوانه عشان يدوا لاهله. يا ابويا يا خبر ابيض. رحت انا بقى ايه؟ رحت ازور. رحت المستشفى لقيته صاحي. لا انت لسه عايش. لا قول حد بس مدخل. ليه يا ابني ما انا اهو. طبيب صح عمل العملية ازاي ده؟ ياه. وهو قاعد في المستشفى. قلت له ده انا قالوا لي موت. انك موت. مساء الخير. وبعت تلغراف لابوه. وبعزيه. فيك. قال له طب الحق روح لهم. الاحسن التلغراف يوصل. زمانهم مشغولين. يا ابويا. رحت لقيتهم باصين في البلكونه. مستنيين الجثه؟ مستنيين ايه؟ ومستنيين التلغراف بعته لاخوه. يا اخوه كان في اسوان. يا لهوي. انا بعت التلغراف لابوه. ربي يعزيكم. وبعدين لقيتهم واقفين في البلكونه. وقال لي الحق بقى الاحسن ينشغلوا عليا بقى. الغرض رحت اتابي هم كانوا عنده وهوحوا ومطمنين على مطمنين عليه ابنهم اللي في المستشفى. ما صدقوش التلغراف. لا شاف التلغراف. شاف التلغراف بس كانوا عارفين ان فكروا ان ابنهم بتوع اللي في اسوان. الرعب التاني هو اللي مات. بعد التلغراف هرد خالص. يا لهوي. طمنونا. يا عيني. انا طلعت قلت لهم الله. قلت لهم ده انا كنت تدرس والحمد لله كويس. اتعمل عمليه وخلاص. قال لي ده احنا فكرنا الواد اللي في اسوان. اسوان هو اللي مات. هو اللي مات. كان موقف وحش قوي. يا ذكريات. ذكريات.